يضمن لي الفلوس غادي نتفرجوا يضمنوا مع المساكن. علاش حيت هادوك المساكن ولا هاد ارتفاع الاسعار ديال التذاكر حتى هما غنحسبوا علاش؟ علاش؟ الجفاف على اوكرانيا علاش؟ على المحروقات لا بلاتي دابا دابا غير يجوا دابا هاد الارتفاع ديال الاسعار ديال التذاكر علاش؟ واش اوكرانيا واش كوفيد واش المحروقات واش الجفاف واش شنو؟ دوك انا غنضامن مع هذوك اللي قال لهم اللي ما عنديش فلوس نمشي لدارو انا عندي فلوس غنمشي لدارو. كيف جات ارتفاع التذاكر سيشيل؟ غادي 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 ملي شي فرقه دير لهم نفس المشاكل وتا هما تعلي لهم التذاكر غادي يعرفوا شنو هو التذاكر. شوف ديال الولاد ولا التذاكر؟ شوف الجمهور ديال الوداد والتذاكر وشوف واحد كيما نيغ جينيرال رمضان هذا الناس كيضحيو كيجيو كيفطروا في التيران كيخليو عائلتهم واحد على الاقل بون خليهم يدوز هذا الشهر اللي بغيت تبغي دير التذاكر ديرهم العام كله متصافين ما كاينش مشكل. انا كنهضر معك على الفرق كلهم كيف ما كان ملي كدير واحد الثمن ديروا العام كله بون دابا رمضان هذا والناس والناس مضرورين في هذا الوقت وكل شيء كيتشكى ارتفاع الاسعار وانت تجي تدير التذاكر حتى هما. الدخول ديال كيشا ما تارغى دابا الجماعه الرجاليه علاش؟ انا دخلت الورقه ديالي انا كنت مضامن مع ذاك الجمهور اللي قال لي ما عندوش فلوس يسير لدارك. انا عندي فلوس باش نمشي لدارك. كيف بغيتي تشوف الغدا بالجماعه تاع هشام؟ معقوله هشام هشام كيسولو بيبليك اليوم كيسول على الصيفه اللي داخل بها هشام كيتمنى اليوم ولا ورقه ديالي إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.